ومن لندن ينضم إلينا الدكتور عبد الله إمبه عتامنة، باحث أكاديمي بالدراسات الاستراتيجية والإدارة الدولية. مساء الخير دكتور، وأهلا بك معنا في حدث اليوم. وصول الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا اليوم، إلى أي مدى سيعطي دفعا للحوار؟ هو نتفائل من حيث المبدأ، وهي سابقة يعني جيدة أن يكون سيد بن كيمون بشحمه ولحمه في طرابلس، وهذا ممكن يعطي رسالتين. الرسالة الأولى أن هناك عصات دولية أيها المتمردون، وقد يعني تحرك وتوظف في أي لحظة. ومن جهة أخرى، إذا أعضاء البرلمان اللي هم 12 شخصية من اللي حضروا في غدامس، وقابلهم 12 عضو من المنشقين عن البرلمان، كانوا حاضرين، في اعتقادي أنه كانت تكون صورة حوار ليبي بإشراف نوعي من الأمم المتحدة والرعاية الدولية. لكن المشاهد اليوم في طرابلس أن أغلب الذين حضروا هم، مع احترامي للأجانب، هي عناصر أجنبية. الغريب في الأمر أن السيد بن كيمون والسيد برناندو ليون والسيدة فيدريكا مورجيني وزيرة خارجية إيطاليا، يعني شخصيات دولية دسمة في طرابلس. وطرابلس، إما أنكم أنتم بتقولوا أن طرابلس آمنة والبرلمان انعقاده غير مشروع في طبرق، وهذه مخالفة لكل المعطيات الواقعية في الساحة الليبية، وأيضا من ناحية شرعية انتخاب البرلمان. اثنين، كيف يتأتى أن هذه القدرات الدولية موجودة في طرابلس، والسيد صلاح بادي اللي هو مسؤول في قصورة وفجر ليبيا اليوم طلع في تصريح، وأكيد كلكم تبعتوه، ويهدد ويقول أنه لا حوار، وأن الحوار هو الميدان، وأن لا نعترف بجنايات الدولية. يعني أي غطرسة هذه ماشيين فيها المتشددين؟ إذا كانت هناك قوات فهي قوات التابعة لرئاسة الأركان، وإذا هناك شرعية يحترمها المجتمع الدولي فينبغي أن تكون هي تلك التي متمثلة ومنبثقة عن البرلمان الليبي الذي اجتمع في طبرق، والوزارات ورئاسة الوزراء. ولماذا هذه الغيرة؟ لماذا هذه الغيرة من البرلمان الذي تعتبر كل خطاه وطنية؟ صاغ قانون ضد الإرهاب، أعد الآن في صدر نصدر قانون يلغي أو يعدل العزل السياسي. السادة الرئيس الوزراء والوزراء المصاحبين له التقوا حتى بالمهاجرين. الآن أنا أؤكد لك أن حتى المهاجرين في الخارج والنازحين في الداخل كلهم داعمين للبرلمان، وكلهم داعمين لرئيس الوزراء الجديد والوزارات الجديدة. لماذا؟ لأنهم رأوا مبدأ حسن النية، ورأوا خطوات عملية لصالح المواطن الليبي. من هذا المنبر أنا أقول، لا أتكلم من ناحية سياسية، أن هناك مخاض كبير في المجتمع المحلي والدولي. دعيني أتكلم عن ربط مبادرة الجزائر بمصر. الجزائر نحن نثمن ونبارك ونشدد على خطوتها، لكن تمنيت أنا من الحكومة الجزائرية أنها طلعت ببيان رسمي تعترف بالبرلمان، وتبادلت التهاني والزيارات مع، أو تبادل الوفود والزيارات الرسمية مع أعضاء البرلمان أو رئاسة البرلمان أو الحكومة الجديدة. هذا ناحية. الناحية الثانية، تمنينا أن أيضا الجزائر أصدرت بيانا ضد الإرهاب وموقفها من الإرهاب في المنطقة العربية، كما قامت بمصر، كما قامت مصر بتلك الخطوات التجارية. اثنين، إذا أرينا أن هناك منافسة فلتكن هذه المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فلتكن منافسة شريفة. يعني الاهتمام اليوم بوجود هذه المكونات الدولية في طرابلس، واستفسار وغيرة بعض المسؤولين الليبيين في البرلمان والوزارات والرئيس الوزراء في طبرق، أنا بالعكس أنا أقدر برلمان طبرق، وأقدر واحترم رئاسة الوزراء والوزارات النوعية في طبرق، لا زالوا متمسكين بأعصابهم، ضابطين نفسهم، لا يردون بترهات وبعصبية، رغم أننا نسمع في اتهامات وتخوين لهم وسحب البساط من تحتهم، ولكننا نحن نقول بالمثل العربي الليبي البسيط، ما صح الا صحيح، اللي يمشي صحيح لا يعتر لا يطيح. الان السيد بن كيمون
زيارة لطرابلس، وغدا سيذهب إلى قمة قمة فلسطين، وكأن هي محطة عبور، وفعلا هي رسالة جوهرية أن طرابلس هي العاصمة السياسية، وهي المقعد الدولي، وهي التي تكون جامعة لكل الليبيين. هذه كلها رسائل صريحة ونفهمها نحن، لكن الرسالة التي لم نفهمها وجود بعض الشخصيات المحسوبة كانوا أعضاء في المؤتمر الوطني السابق، وهم رؤساء لمجموعات مسلحة، وتقوم بتصريحات يعني بين تلك القاعة التي اجتمع فيها برناردو ليون وبن كي مون والقوة الدولية، أمتار منها يصرح صلاح بادي ويصرح غيره بأن هناك القوة هي القوة السلاح وقوة الشرعية. أنا بصراحة يعني الصورة مظلمة ومعتمة، ولا حتى الموضوع مصر، لماذا هذا التنافس الشريف؟ نحن نؤيد موضوع الجزائر، وقلنا موضوع الجزائر هو مبادرة عملية، ولكن في نفس الوقت كيف أنت تطلبي من طرابلس تكون آمنة، وأعضاء المحكمة العليا والدائرة الدستورية التي هي حكم اتفقت الآن على أن وفق المادة 16 و17 من الإعلان الدستوري أن البرلمان شرعي ودستوري وجلساته صحيحة. الآن هناك نمع إلى سمعنا أن هناك مسودة مضغوط بها على السادة هيئة المحكمة العليا، بينهم من قبل الميليشيات، بينهم يصدروا حكم ضد ببطلان دستورية البرلمان. يعني ستكون البلد في فوضى وفي فراغ سياسي وفي جدل وفي صراع قوى وفي انقسام واضح، بدل من تنقسم الاثنين ممكن تنقسم حتى إلى خمسة. نحن نتحدث والمجتمع الدولي يتحدث، وهناك معارك طاحنة في الجنوب، نتحدث والمجتمع الدولي يتحدث، وأيضا السيد النائب العام بطريقة ما وبأخرى طيب يتكلم عن محاكمة عبدالله سيف الإسلام. نعم في دكتور أنا مضطرة لمقاطعتك، انتهى وقت، تقول إن سيف الإسلام انتهى وقت هذه المقابلة. شكرا جزيلا لك من لندن. كان معنا الدكتور عبدالله أمبيه عتامنة، باحث أكاديمي بالدراسات الاستراتيجية والإدارة الدولية.